في العاصمة الفرنسية باريس انطلق قبل قليل اجتماع لبحث فرص استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية بمشاركة نحو 70 دولة أوروبية وعربية، بالإضافة إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. ويغيب عن الاجتماع ممثلون عن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بينما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المبادرة بغير المجدية. ومن المرتقب أن يوجه المشاركون في الاجتماع إشارة قوية إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قبل أيام من تنصيبه رسميا، تحذره من عواقب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس على جهود السلام وحثه على دعم حل الدولتين. عادت قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى واجهة اهتمامات الرأي العام الدولي بعد عامين من الغياب في سياق أزمات عدة ما زالت تمزق المنطقة. إن ضرورة الحفاظ على حل الدولتين الذي بات عرضة لأخطار حقيقية تأكدت بشكل جلي بفضل القرار 2334 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي يوم 23 من شهر ديسمبر الماضي. عبر الهاتف ينضم إلينا من العاصمة باريس مفادنا جمال عز الدين. إذن جمال، قبل قليل انطلقت أعمال المؤتمر، لك أن تضعنا في أجواء هذا المؤتمر وكيف تجري أعماله حتى الآن. نعم هشام، هذا المؤتمر الذي دعت إليه فرنسا بمشاركة 70 دولة تقريبا، من بينهم 50 دولة تشارك على مستوى وزراء الخارجية. تحدث وزير الخارجية الفرنسي جون مارك أيغولت في افتتاح أعمال المؤتمر وقال أن هذا المؤتمر يهدف إلى إحياء عملية السلام ويهدف إلى تحقيق 3 أهداف على الأقل. الأول يتعلق بالتأكيد على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد والأمثل لوضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أما الهدف الثاني فيتمثل في وضع خطة عمل للمتابعة وللمرحلة المقبلة لمتابعة التوصيات والقرارات، سواء تلك الصادرة عن المؤتمرات الدولية أو أيضا تلك الصادرة عن المنظمات الدولية مثل قرارات مجلس الأمن الدولي. أما النقطة الثالثة والأخيرة التي أكد عليها وزير الخارجية الفرنسي فتتعلق بضرورة أن تكون هناك مشاركة دولية أوسع في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ووضع حد لهذه الأزمة من خلال مشاركة المنظمات الدولية، من خلال مشاركة المجتمع الدولي، وأيضا لإشراك المزيد من الدول في هذه القضية. وعلى أن جمال كيف يعتزم التقليدية. نعم. جمال، كيف تعتزم باريس إنجاح هذا المؤتمر وقد ميزه غياب ربما بارز للجانب الفلسطيني والإسرائيلي وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها أن أعمال المؤتمر غير مجدية على الإطلاق؟ نعم، نتنياهو هاجم فرنسا وقال أن هذا عمل مؤتمر غير مجدي، وأيضا أن فرنسا تتعاطف أكثر مع الفلسطينيين وقاطع هذا المؤتمر. في الحقيقة الجانب الفلسطيني الذي رحب بالمؤتمر لا يشارك أيضا في أعماله، ولكن فرنسا تسعى على الأقل لإعادة سكة المفاوضات من جديد ولإحياء المفاوضات وعملية السلام من جديد، وهي تعول على هذا المؤتمر لإشراك مزيد وعلى الأقل لفتح المشاركة أمام أطراف دولية أخرى. وسيكون هناك بيان ختامي هشام في أعقاب هذا المؤتمر مساء اليوم بحدود الساعة 5:30 بتوقيت باريس. من المؤكد وأنه أو من المرجح أن هذا البيان سيؤكد على ضرورة المشاركة الدولية في أعمال وفي عملية السلام في المرحلة المقبلة. كذلك نتوقع أن يكون هناك خطاب للرئيس الفرنسي في غضون ساعتين من الآن، وهناك تسريبات هشام على مجموعة من النقاط المتعلقة بهذا المؤتمر والتي من المتوقع أن تفرز أو تؤدي إلى حراك في مجلس الأمن في الأسابيع والأشهر المقبلة. مفادنا إلى باريس جمال عز الدين، شكرا جزيلا لك.